قام الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء والسيدة صباح المؤيد الشريك الإداري لشركة إدارة الموارد البشرية الذكية بتوقيع مذكرة تفاهم بين مركز الطاقة المستدامة وبين شركة إدارة الموارد البشرية الذكية، وذلك لتعزيز مفهوم الطاقة المستدامة في قطاع التعليم العالي والتدريب المهني عن طريق تشجيع الإبداع بين منتسبي الجامعات في مجال الهندسة والتقنية والأعمال إلى جانب المهنيين في نفس القطاع. وقال الوزير أن هذه الاتفاقية تؤكد على الالتزام بالعمل من أجل تعزيز وتنفيذ سياسات الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة في مملكة البحرين، انطلاقا من اهتمام القيادة والحكومة الموقرة بتشجيع استخدام الطاقة النظيفة من أجل التنمية الشاملة. وأوضح الوزير أن الاتفاقية تتضمن برنامجا لبناء القدرات يهدف إلى توفير فرصة فريدة من نوعها لطلاب الجامعات البحرينيين والمهنيين بمن فيهم المتقاعدون لرفع مستوى مهاراتهم وتحفيزهم على الإبداع وتطوير مستقبلهم المهني في مجال الطاقة المستدامة. كما يهدف هذا البرنامج المشترك إلى تدريب أكثر من 120 بحرينيا في كل عام. من جانبها ذكرت السيدة صباح المؤيد أنه بموجب هذه الاتفاقية بين الطرفين فإن الجانبين سيعملان معا في عدد من المجالات وتنظيم برامج تدريبية تزود طلاب الجامعات في مجال الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال بالمعارف الأساسية للطاقة المستدامة. تهدف المذكرة إلى تشجيع وترسيخ مفهوم الطاقة المستدامة لدى شباب البحرين، وكذلك لدى المهنيين الذين يريدون أن يبدعون في مجال الطاقة المستدامة. فالفكرة أن شركة IRM سوف يعني تقيم ورش عمل لطلاب الجامعات في مملكة البحرين، وكذلك للمهنيين الذين يريدون المشاركة في هذا البرنامج لتشجيعهم على الإبداع والابتكار في مجال الطاقة المستدامة، إلى جانب حتى اللي تركوا العمل في الوقت الحالي وما زالوا متشبعين بالأفكار الجيدة. بنحاول نجمعهم في بوتقة بحيث أن نوفر لهم الإمكانيات أن يبتدون يحطون هاي الأفكار، ومنها يبتدون يكون برنامج جزء منه نوع في مثل التدريب، والجزء الآخر هو العمل معاهم على توظيف هذه الأفكار بحيث أنهم يتمكنون من تقديم أفكار مبدعة وتقديم ما يسمى بالمينيمم فايبل برودكتس في مجال الطاقة المستدامة.